إلى ريف حلب مشاهدينا، حيث تعد صناعة دبس العنب في ريف حلب الشمالي من الصناعات القديمة والتراثية، حيث يشتهر أهالي قرية دوديان في ريف حلب الشمالي بإنتاج الدبس من العنب، وذلك بعد ابتعادهم عن قريتهم بسبب الحرب التي دارت بين فصائل المعارضة وتنظيم الدولة الذي خرج من القرية، ليعود الأهالي من جديد لممارسة عملهم في صناعة دبس العنب وإنتاجه، والمعروف في مناطقهم باسم العسل الأسود. نتابع. بعد خروج تنظيم الدولة من قرية دوديان شمال حلب، عاد العم داود إلى منزله ومشغله الصغير في صناعة دبس العنب، المهنة التي ورثها عن والده وجده بطريقتها البدائية ومعداتها البسيطة. صار ضرب بين حر وبين تنظيم، طلعنا ذاك الوقت من ضياله ووقفنا تقريبا سنه ما اشتغلنا، بس رحنا تلاجئنا بغير منطقه مثلا غير ضياء، لبين ما طلع الانظمه من هون، من طلع الانظمه صار الحر هون اشتغلنا يعني. يعمل العم داود على صناعه الدبس من العنب، والذي يحضره المزارعون الى المعصره ويمر بعده مراحل حتى يصل الى شكله وقوامه النهائي. نجرش بالماكينه، نكبس بالمكبس يدوي. بيجي مرحلة الثانية شربات، بيجي الشربات هون على الجرن اسمه على الجرن، بعدها بنزل على الحلل، الحلل نصير نحاس يعني. اي نعم، ينزل على الحلل نصفي بالصال، يجي مرحلة هونيك ثاني مرحلة هونيك بصير دبس، وبطلع خالص نعبي البيدونات بطلع صار دبس يكون خالص. دبس العنب الذي تنتجه قرية دوديان هو الأشهر في سوريا، إلى جانب ذلك الذي ينتجه الأهالي في مدينة السويداء جنوب سوريا، ويعود ذلك إلى الطبيعة الجغرافية الجبلية التي تناسب زراعة العنب وإنتاجه بكميات كبيرة، ما يخلق فرص عمل موسمية. هو الشهر المعصرة موسمها يعني، بعد موسمها تنتهي، خلصنا الموسم كل واحد يضب غراض يروح على بيته، وبعد هناك عاد يصير الشغل على العمار على الحفر على الأساسات على شوالات حنطة على الشعير، هذا نشتغل يعني. ينتشر دبس العنب الذي تنتجه هذه المعصرة دون أي منافسة محلية في الأسواق، وذلك لتوقف أكثر المعاصر عن العمل بسبب الحرب وانقطاع الطرق بين المحافظات السورية التي كانت تورد العنب إلى هذه القرية لتحويله إلى دبس. هكذا يحافظ أهالي دوديان شمال حلب على مهنتهم في صناعة الدبس التي اقترنت باسم قريتهم لعشرات السنين، ورغم ظروف الحرب التي مرت عليهم لا زالوا يورثون هذه المهنة لأجيالهم القادمة والمتعارف عليها هنا بصناعة العسل الأسود. قحطان مصطفى، العربي، قرية دوديان شمال حلب. ومن شمال حلب مشاهدينا ينضم إلينا الحاج داود محمد علي صاحب معصر الدبس العنب في قرية دوديان. حاج داود أهلا بك إلى تلفزيون العربي وبرنامج شبابيك. يعني أبدأ معك حاج، لو ممكن أن يعني نتحدث عن تاريخ هذه الصناعة، كيف بدأت، النشأة، عمرها؟ والله عمرها من دور جدي أستاذ، تقريبا صار له حوالي 100 سنة يعني. نشأت صناعة جدي، ومن جدي نحن حتى الآن الحمد لله مشتغلين بالعمل يعني. أي نعم. طيب كيف تتم الصناعة حاج داود؟ والله صناعة في مثلا الناس عنده كروم، اللي عنده كرم بيجيبوا لعنا نحصر لهم دبس، يجيبوا لعنا عنب نشتغل فيها ونحصر لهم اياه ونطلع دبس، ناخذ نحن تعبنا بالنسبة بالمية عشرة يعني 100 كيلو ناخذ 10 كيلوات، بعدها نطبخ له بنطلع له اياه ونعطيه دبساته. طيب حاج داود يعني إيه؟ يتم اول شيء مثلا بتجيبوا العنب بعدين تاخذوه على المعصره، او كيف تتم عمليه صنع الدبس او ما يعرف بالعسل الاسود في حلب او حتى في اريافها؟ عنب نجي نحصره، في عندنا ميكينه جاروشه نجروشها بالجاروشه تصير مي تنزل على الجرن، بعدها نحولها للحلل تحت، تحت طبعا النار، في نار طبخه بالنار يعني بالمازوت نطبخها، اول مرحله ينزل على الحله نشيلها نحطها على الصاد، في صالات كبيره هيك الصف يشفي اسمه شربات يشفي وسخ، الصف كله بينزل تحت، بعدها نصفي للحل الثاني بكون صافي بيطلع هيك كويس، نطبخها طول تقريبا طبخه ساعتين، نطبخها نطالعها نحطها بالبيدونات بيطلع خالص.
اي نعم. طيب حاج داود، يعني هاي المصلحه قديش مهمه لاهالي البلد، وعمليه الان عمليه الزباين، عمليه كيف بتصدروا كيف بتبيعوا لمين، ويعني الظروف هلا لا تساعد مثل ما كانت ايام زمان. اي نعم. اي نعم، ايام زمان كان مجالنا واسع، كان ناخذ الحلب ونطلع كميه كان اكثر من هيك. هلا ظل عندنا بالضيعه هون معصرتين، اولي كان 10 معاصر، هلا معصرتين وكميه مو يعني قد اولي، يعني مو مثل الاولي، كميه اقل من اولي كثير، وما في صرف، صرفه صار يعني بسيط، مجالنا ضيق، يعني ما صرفه صار عم يصير، ما بنصرف كثير، يعني بدنا يكون مجال هيك يطلع لبرا كذا، يطلع غير منطقه، يعني يطلع لغير بلد، بلكي ان شاء الله ينصرف، يعني يصير اكثر. هو كثير كويس الدبس، يعني فانت الكبد 100%، خاصه مشان سفر درجه اولى يعني. ممتاز. على كل ان شاء الله الله يفرجها عليكم. الحاج داود محمد علي صاحب معصره دبس العنب في قريه دوديان، كنت معنا من الريف حلب. شكرا جزيلا لك حاج. سلامات سلامات على الله معك.